وللمزيد حول تصاعد الصراع الأمريكي الإيراني على أرض العراق، معنا من باريس عبر سكايب السياسي والعراقي الدكتور أمير المفرجي. مرحبا بك دكتور أمير. أهلا وسهلا، مساء الخير، شكرا على الاستضافة. مساء النور دكتور أمير. الجيش الأمريكي فعل منظومة باتريوت الصاروخية في قاعدة عين الأسد وكذلك في قاعدة حرير في أربيل، يعني هل بات التصادم ما بين المشروعين الأمريكي والإيراني وشيكا من وجهة نظرك؟ قبل كل شيء أحب أن أهني قناة الرافدين بعيدها هذا العام، وأشكرها يعني الشكر الجزيل لسماحها للقوى الوطنية بالدفاع عن الوطن المسلوب. أرجع إلى قضية النزاع الصراع الأمريكي الإيراني على أرض الرافدين. في الحقيقة والواقع أن الولايات المتحدة لن تخرج، وكما تفضلتم في مقدمة البرنامج، لن تخرج من العراق، وإنما هي باقية لأنها لم تأتي لشيء يعني هو إلا إلى مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في أهم منطقة في الشرق الأوسط، ألا وهي العراق، في حربها القادمة الاقتصادية مع الصين. إذا القضية، قضية النزاع الإيراني الأمريكي على أرض العراق، سوف لن يمر بهذه السهولة بالنسبة إلى إيران، لأن إيران هي الآن تفقد كل قواها الاقتصادية والعسكرية، ولم يبقى لها إلا الميليشيات التائهة التي لا تعلم ماذا تفعل، وهناك من يحاول أن يسوق هذه الميليشيات، لأن المناصب السياسية في العراق، المناصب التي حصل عليها الفاسدون، تعتمد على وجود هذه الميليشيات على أرض العراق. كيف تنظر إلى هذه الخطوة حيث رصدت الولايات المتحدة 10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي بميليشيا حزب الله محمد كوثراني؟ يعني كيف تنظر إلى هذه الخطوة؟ لي يعني قراءة هذا، يجب أن نعطي الأهمية إلى شيئين في المشكلة في العراق، ألا وهو أولاً من هو الذي يعني يدافع عن إيران في الوقت الحاضر، ومن الذي لا يريد أن يدافع عنها ويريد أن يحتفظ بالمنصب، لأن الموازين قد انقلبت الآن. بالنسبة إلى السيد كوثراني، أنا في اعتقادي الشخصي أنه يعني على رأس مجموعة من الميليشيات وبعض القادة السياسيين الذين لهم صلة مباشرة بالمشروع الإيراني، وهذه الشخصية التي هي محور كبير في عملية المشروع الإيراني في العراق وفي سوريا، هي التي يعني لا زالت تبحث عن مخرج في العراق، ولا زالت تبحث يعني عن حل لمساعدة إيران في الخروج من معرتها. أما كوثراني، البقية الباقية، نعم أستاذ أمير، كوثراني معروف بنفوذه الكبير في العراق، وهو الذي تولى إدارة الميليشيات، أو يعني عقب مصرع سليماني قام هو بتولي إدارة هذه الميليشيات. لماذا من وجهة نظرك تعطي الولايات المتحدة أو ترصد 10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، وهناك بينما هناك ميليشيات يعني تأتمر بأمره موجودة ومتسنمة لمناصب في السلطة في العراق، ولم تقم الولايات المتحدة برصد هذه المبالغ على رأسها؟ يعني أكيد سبب في التمركز، ويعني وضع كل ثقلها على هذه الشخصية التي هي شخصية موجودة في العراق منذ يعني مدة طويلة، وكانت هي كجسر بين لبنان وسوريا والعراق ومن ثم إلى إيران. الولايات المتحدة الأمريكية لها أجهزتها السرية المتطورة، وإذا هي تعرف أكثر مني ومن الآخرين ما هو الدور الحقيقي للسيد كوثراني، وما هي العلاقة الكبيرة بقاسم سليماني، لأن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن المدعو كوثراني هو كان على صلة تامة ومتواصلة مع قاسم سليماني ومع أبو مهدي المهندس. إذن هذه الشخصية تأتي في استمرارية المشروع الإيراني الذي قام به سليماني وساعده فيه أبو مهدي المهندس. إذن هناك صلة تعرفها المخابرات الأمريكية أكثر مني وأكثر من الآخرين. سيد أمير، يعني زعيم ميليشيا سيد الشهداء أبو آلاء الولائي هدد
بالثأر من بائعي كرسي السلطة، يعني في إشارة إلى مصطفى الكاظمي أو تكليف الكاظمي برئاسة الحكومة. من وجهة نظرك كيف تقرأ ذلك في حين يعني أن الميليشيات هي من دعمت الكاظمي؟ يعني هناك أحجية في الموضوع، كيف تفسرها؟ في الحقيقة صحيح أن هناك بعض الضبابية، ولكن لقراءة واضحة لما يحدث في العراق، لقراءة المشهد السياسي الطائفي الذي يعني وصل إليه في هذه اللحظة، نجد أن هناك يعني انفصام كبير على يعني بقاء النظام السياسي وبقاء هذه الأحزاب نفسها، وأقصد برؤساء الأحزاب الذين يعني قد تمتعوا بالسلطة منذ أكثر من 17 عاما. إذا هناك انفصام كبير بين ما يريده هؤلاء الساسة وما يريده بعض قادة الميليشيات، لأن قادة الميليشيات يعرفون جيد المعرفة بأن مستقبل العراق بدون إيران هو يعني مستقبل أسود ومستقبل يعني غير جيد بالنسبة إليهم. فإذا هم يدافعون عن بقائهم، يدافعون عن موقعهم في العراق في المستقبل. إذا هناك اتجاهين في العراق، اتجاه الساسة الذين يريدون أن يركبوا الموجة ويذهبوا باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، ومثال السيد مصطفى الكاظمي يعني يبرهن بوضوح على أن هناك يعني انشقاق بين من يريد أن يذهب مع الولايات المتحدة وبين من يريد على أن ذلك يطمس تتوقع، قرار إيران في العراق. هل تتوقع أستاذ أمير أن يكون هناك ربما صراع داخلي بين الميليشيات استنادا إلى هذه المعطيات؟ شيء طبيعي، لأن ما يحدث الآن في العراق هو دليل واضح على أن هناك أزمة كبيرة داخل الأحزاب الطائفية التي جاءت بها إيران. هناك أزمة انقسام، هناك أزمة بقاء أو موت على العراق، لأن الولايات المتحدة مصممة وكما وضحت يعني إلى العراقيين بأنها باقية ولن تخرج. وما تريده هذه الميليشيات وعن طريق ما تريده إيران منهم، هم يريدون أن تخرج من العراق. إذن هناك حرب، صراع داخلي بين هذه الأحزاب، بين من يريد أن تبقى أمريكا وأن يبقوا في سلطتهم، وبين من يريد أن تخرج أمريكا ليبقى في سلطة الأحزاب الطائفية التي حكمت العراق منذ أكثر من 17 عاما. هذه المشكلة يجب قراءتها من هذه الزاوية، لأن المشكلة هي مشكلة يعني مصالح بين هذه الأحزاب، مصالح لأمريكا ومصالح لإيران. طيب، مجلة فورين بوليسي الأمريكية قالت أن ميليشيا الحشد يعني تطلع بدور جديد في العراق في المرحلة المقبلة، كيف تقرأ ذلك يعني وخصوصا بعد اغتيال قاسم سليماني؟ أنا قرأت هذا التقرير، ولكن يعني لكل محلل سياسي له الرأي في موضوع العراق، ولكن من يعرف العراق هم العراقيون أنفسهم. ما يحدث في العراق هو نهاية لفترة طائفية استمدت قوتها من إيران عن طريق أذرعها في العراق. ما يريده هذا التقرير هو تقرير أمريكي داخلي بحت لا يهم العراقيين. الولايات المتحدة الأمريكية تعرف يعني جيد المعرفة بأن مستقبل العراق سيكون بدون الرضوخ إلى الوجود الإيراني، وهذا ما تم يعني مشاهدته الآن. ولو في نفس المجلة يعني في نفس التقرير أكدت أن تظاهرات ثورة تشرين مثلت تهديدا لنفوذ الميليشيات، هل هذا الأمر يعني يلقي بظلاله على المرحلة المقبلة؟ شيء طبيعي. الشعب العراقي يعني الآن هناك فترة من الركود ومن الهدوء نظرا للوباء الذي حل على العالم بصورة عامة وعلى العراقيين بصورة خاصة. إذا المرحلة القادمة ستثبت بأن هناك مواجهة عنيفة بين الشعب العراقي والتي مثلت عن طريق انتفاضة تشرين وبين هذه الميليشيات يعني التي يعني أصبحت في موقف ضعيف جدا، ولأن الفترة الحالية لن تسمح بوجود هذا يعني الصراع بين الشعب العراقي وهذه الميليشيات. سوف نشاهد في المستقبل القريب في نظري على أن هناك يعني نوع من دحر لهذه الميليشيات، وأن الشعب العراقي قد عرف ما
بعد هذه الأعداد الكبيرة من القتلى، وبعد هذا يعني بعد هذا الصراع نعم الدائم بين سياسة إيران وسياسة الهوية العراقية التي يمثلها كل الشعب العراقي. عبر سكايب من باريس السياسية العراقية الأستاذ أمير المفرجي، شكرا جزيلا لك.